مشاهدينا الكرام جمهورنا الكريم حياكم الله معانا في برنامج جاوب واربح وتقبل الله طاعتكم ان شاء الله. اليوم عندنا جوائز قيمه حق حبايبي اخواني ايضا اخواتي الصغار والاطفال. اليوم راح تكون عندنا ايضا اسئله منها الفائده والعائده ان شاء الله، والكل بيكون معاي فايز في حلقة الخاصة هذه اللي خاصة حق الأطفال، وبنشوف اليوم من راح يكون فايز معاي ومنو اللي بياخذ الجوائز القيمة اللي متواجدة عندنا هنا. وعندنا أول متسابقين، وين يا علي؟ قوة تعال هني، تعال هني. شو اسمك؟ نيرة. نيرة، شلونك منيرة؟ شو مبارك؟ اسمك؟ ضبي. ضبي. ضبي؟ شلونك؟ زينة. عيدك مبارك. خدتي عيادي ولا لا؟ ايه. كم عيديتك؟ 100 دينار. 100 دينار، زين. بتشاركين معي ولا لا؟ ايه. زين، إذا فزتي العيديات نص بالنص أنا وأنت، أوكي؟ أوكي. كيف؟ أكيد. يعني 90 حقي و10 حقي. منيرة. ابي اسالك سؤال وتجاوبيني، اذا فزتي بتاخذين الجائزه، حلوين؟ منيره، سؤالك يقول يا منيره اذكرين اسامي ثلاث بنات بحرف الميم، يلا. اها، مريم. منيره. وبعد مزان. نعم عليك يا منيره. منيره ليش مستحيه؟ مستحيه منيره؟ تفوزين؟ طالع الكاميرا. ولا انا منيره؟ وانا فايزه. يا سلام عليك يا منيره، منيره فازت معانا. وعطني الجائزه هني، خلينا نشوف جائزه منيره. وياي لك طالع الكاميرا هني، تشوفين؟ عطني الجائزه، خلينا نشوف شنو جائزه منيره هني. هذه الجائزه علي؟ منيرة هذه جائزتك وعليك بألف عافية وتستاهلين. طالع الكاميرا قولي أنا منيرة. أنا منيرة. وأنا فايزة. وأنا فايزة. يا سلام عليك يا منيرة، مشكورة يا منيرة. الحين أنا وأنتي عندنا مشروع صح؟ إيه. هي العيديات اللي عندك 100 دينار صح؟ صح؟ إيه. وراح يكون اتفاق بيني وبينك النص بالنص. أنا كم آخذ؟ 100 دينار. انا كم اخذ من المية؟ كلها. واللي بحمرك على راسي. زين، انا الحين بسالك السؤال. توني سالت منيره قلت لها اعطيني اسماء بنات بحرف الميم صح؟ انت اعطيني اسماء صبيان بحرف السين، يلا. سعود. سعود. سامي. سامي. سالم. سالم. خلاص احنا كم واحد قلتي؟ ثلاثة. ايه. ومتفقين انا وانتي؟ صح. صح؟ ايه. اخذ منك عيديتي من بعد شوي صح؟ ايه. طالع الكاميرا. قولي اسمك. انا اسمي ضبي. وانا فايزة. وانا فايزة. سلام عليك يا ضبي، عطني جائزة ضبي تستاهل. يا سلام عليك، الله 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 الله، تشوفين جائزتك مسكيها؟ يلا قولي حق المشاهد عيدكم مبارك. عيدكم مبارك. كم حصلت عيادي؟ 100 صح؟ ايه. حلو، والنص بالنص؟ ايه. كم انا اخذ؟ 90. يعطيك العافيه. الله يخليهم ان شاء الله. مشاهدينا ايضا ما زلنا متواصلين معاكم، بنشوف بعد متسابقين. عطني متسابقين، خلنا نشوفهم. الله الله الله، شو اسمك؟ لولو. شو اسمك؟ لولو. لولو. وانت شو اسمك؟ مناير. مناير معاي لولو مناير. وعيدكم مبارك، تعالي هني عشان تطلعين الكاميرا. تعالي يا امي، تعالي هني. مناير صح؟ كم حصلت عيادي؟ 100. 100. وانت كم حصلت عيادي؟ 10. كم؟ 10. 10؟ ليش ما اعطيتي اختك هي؟ لا مو اختك. حلو حلو، بتفوزين معانا بعيدية؟ ايه. اكيد. إيه؟ طالع الكاميرا قولي انا مناير. انا مناير. وابي افوز. ابي افوز. راح اخذ الجائزه. راح
اخذ الجائزة. يا سلام عليك يا مناير، بسأل مناير الحين بعدين اسألك انتي. سؤالك يا مناير يقول وين يعيش السمك؟ في البحر. البحر اكيد. ايه. كان كل ماي لبيتكم؟ لا. اكيد. ايه. بحر. البحر. طلع الكاميرا قولي انا مناير. انا مناير. واجابتي البحر. اجابتي. وانا فايزة. وانا فايزة. يا السلام عليك يا مناير، عطني الجائزة. هنشوف جائزة مناير وتستاهل. مناير اوكي؟ قولي انا فايزة. انا فايزة. عيدكم مبارك. عيدكم مبارك. يلا باي باي. شو اسمك مرة ثانية؟ لولو. لولو والله عليك انت على هالصوت العالي الجائزة. عطني جائزة، عطني جائزة حق لولو تستاهل. شفتي عشان صوتك قوي تاخذين هذا جائزتك. حلو تبينها؟ اكيد. طالع الكاميرا، طالع الكاميرا قول انا لولو. انا لولو. وانا فايزة. وانا فايزة. يا سلام عليك وهذه جائزتك وتستاهلين يا لولو. طبعا مشاهدينا بعد نشوف ان اليهال ما شاء الله عليهم شطار وبستانسين والاجواء وايد حلوه ونبي الكل يكون فايز معانا. طبعا اليوم عندي ضيف معاي هني وهو نجم ايضا البرنامج صوت السهاره، رحم معاي بالفنان محمد الزايد. حياك حمود. حياك. اهلا 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 محمد. محمد شلونك؟ تمام؟ تمام الحمد لله. شو العيد معاك؟ والله تمام. اخذت عيادي ولا لا؟ ولا عطيت؟ خذيت عيادي؟ ايه. كم خذيت؟ والله 50. حسين كم عطاك؟ 50. حسين الراشد عطاك 50؟ لا. والله زين انا ما اعطاني وانا رفيجه. اعطاك 50 يعني؟ ايه. محمد؟ هلا. حبيبي. هلا. مستانس بالعيد؟ الحمد لله. اكيد. زين. وانت منورنا. موجود. شنو خاش لنا ورا العيد؟ والله ان شاء الله نسوي مفاجأة وبعد العيد ان شاء الله الكل يعرف. محمد عيدك مبارك وتقبل طاعتك يا حمود. يا الله حبيبي مشكور يا حمود مشكور مشكور. بنشوف الحين من المتشارك واللي بيفوز معانا وعطني خلينا نشوف. الله الله الله. اول اصبع يشارك معاي اليوم شو اسمك؟ بدر. بدر ابو ناصر. فوز معاي يا ابو ناصر ان شاء الله. اول صوتك ان شاء الله. ان شاء الله. شو اسمك؟ انا محمد. انا محمد. شفت انا شلون تحكى؟ ايه. ها؟ ايه. تحكى نفسها. زين. اوكي؟ اوكي. طالع الكاميرا يا دانا تشوفين؟ تفوزين؟ ايه. اكيد. اكيد. تاخذين الجائزة؟ ايه. قولي انا دانا. انا دانا. راح افوز. انا افوز على بدر. افوز على بدر. شلون تفوز عليك؟ ايه. تفوز عليها ولا هي تفوز عليك؟ انا افوز عليك. سلام عليك يا بدر. سؤالكم يقول بشوف بسأل السؤال بينك وانت ولا اثنين واشوف اني جاوب بسرعة. اوكي يلا بنشوف السؤال شنو هو. السؤال يقول شلون يسمع الانسان؟ بدون. سلام عليك. اسمع له تحية هنا عافية صفقة حقها تستاهل. يا السلام عليك دانا. شاطرة انت يا دانا. قولي انا دانا وانا شاطر. أنا دانا وأنا شاطرة. وعطني جائزة حق الشاطرة. يا السلام عليك يا دانا. عطني. الله 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 الله. دانا مسكين. طالع الكاميرا. قولي هي فزت. هي فزت. مشكورة يا دانا مشكورة والله يخليها إن شاء الله. أبو ناصر وين رايح؟ رايح عند أمي. شلون؟ رايح عند أمي. شلون رايح عند أمك بدون ما تاخذ الجائزة يصير هالحكي؟ لا. لازم تاخذ جائزة صح؟ صح. بسألك سؤال. وبتفوز وبتاخذ الجائزة اوكي؟ يلا يا ابو ناصر. ابو ناصر سؤالك يقول وين يعيش الجمل؟ في الصحراء. اكيد. اكيد ايه. الصحراء؟ ايه. مو حديقة بيتكم؟ لا. الصحراء يعني؟ ايه. اكيد. اكيد ايه. طالع الكاميرا. قول انا ابو ناصر. انا ابو ناصر. وجاب في الصحراء. وجاب في الصحراء. وجاب في صح. ويجاب. يا سلام عليك ابو ناصر. اسمع صفقه حق ابو ناصر يستاهل. عطني جائزته. الله 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 الله. الحين
روح حق اهلك كيفك اوكي. مشكور مشكور ابو ناصر مشكور حبيبي حياك الله. ايضا متواصل معاك، انا عجبتني ابتسامته. تعال شلونك؟ زين تمام؟ ايه. شو اسمك؟ علي. حسين. هلا. شو اسمك؟ حنين. حنين شلونك يا حنين؟ تمام؟ زينة حنين؟ ايه. كم اخذتي عيادي؟ معناها مبلغ كبير ماخذه صح؟ قولي ما حد يسمع، قولي لي كم ماخذه؟ واحد. واحد؟ شنو واحد؟ دينار ماخذه؟ حنين مستحية. وحسين كم عيادية؟ ما ادري. كم؟ ما ادري. ما تدري؟ الدرجة العيادي وايد اللي عندك؟ زين. طالع الكاميرا، قول انا ابو حسين. ابو حسين. ويا سلام علي وراح اكون فايز. الله 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 عليك. بسألكم سؤال حلوين. تعال تعالي حنين معاي. ايش قاعد طالعي منها؟ قولي لي انك عيادي صح؟ ما تبين تقولي لي؟ طيب السؤال يقول تعرف منطقة الجهرة؟ ما تعرفها. انت وين ساكن؟ خالدية. خالدية. وانت وين ساكنة؟ حلو 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 حلو. طبعا حنين بكيف اخلوها حنين عارة زي الخالدية. باي منطقة؟ باي دولة؟ الكويت. الكويت اكيد. بالكويت. ايه. متأكد؟ ايه. تبي العيدية؟ ايه. جاتك صح؟ ايه. سلام عليك. تبي الجائزة؟ عطني جائزته هني. يا سلام عليك. تعال هني وحسين ويستاهل. الله الله الله. شيلها ولا ثقيلة؟ يلا امسكها خذها. طالع الكاميرا قول ابو حسين. ابو حسين. وانا فايز. وانا فايز. ويا السلام عليك ابو حسين. الحين عاد مع حنين. حنين عندي سالفه انا معها. حنين تعرفين وين بيتكم؟ لا. وين بيتكم؟ يلا قولي لي. وين؟ سامعتني؟ وين بيتكم؟ لا بيتكم وين؟ قولي ما حد يسمع قولي لي. وين؟ تبين جائزة؟ ما تبين جائزة؟ أنا بعطيك جائزة زين شلون؟ تبينها؟ زين طلع الكاميرا. قولي أنا حنين. أنا حنين. وأنا فايزة. أنا فايزة. والسلام عليك يا حنين. عطني الجائزة حقها. قولي حق علي مشكور. مشكور. عطني الجائزة هني وتستاهل حنين. وهذه جائزتك يا حنين. يلا باي باي حنين. باي باي. طبعا مشاهدينا فاصل ونرجع معاكم للتواصل. تابعونا لا تباعدون. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم بعد هذا الفاصل من برنامج جاب وربح. انا حاليا متواجدين معاكم في كرتون نتورك ايضا وقناه الكويت. اليوم متواجدين هنا معاكم مع حبايبنا الاطفال ونبي الكل بيكون فايز معانا ان شاء الله اليوم. علي عطنا متسابقين يا علي. تعال هنا. الله 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 الله. شو اسمك؟ ما اسمع. شنو؟ هاجر؟ شيخة محمد سلام. شيخة، شيخة اسمها؟ شيخة شلونك؟ زينة؟ من راسم لك هالرسمة شيخة؟ طاير كاملة شيخة. من راسم لك هالرسمة؟ منو؟ ما تدرين؟ مو أبوك راسمها لك؟ مو أبوك؟ زين. تبين جائزة ولا لا؟ تبين؟ كم حصلتي عيادي؟ ثلاثة. شوف 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 كم يقول لك كم؟ ثلاثة. ما تدرين؟ كله ما تدرين؟ زين تبين جائزة؟ عطني جائزة. عطني جائزة. شيخة طالع الكاميرا قولي أنا شيخة. وأنا فايزة. أنا فايزة. أنت فايزة صح؟ عطني الجائزة هني وخلنا نشوفها. الله 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 الله. شيخة تعالي تعالي طالع حق الكاميرا. طالع الكاميرا. مسك الجائزة. مسكيها مسكيها. يلا قول أنا فايزة. أنا
يلا باي باي شيخة. يلا الله يخليها شيخة إن شاء الله. عطني عمي جو... عطنا متسابقين بنشوف هني. السلام عليك. تعال هني تعال هني، طالع الكاميرا هني، تعال هني طالع الكاميرا. شو اسمك؟ عبد الله. عبد الله، عبد الله، وطالع كاميرا عبد الله. يا عبد الله شو اسمك؟ فاطمة محمد. فاطمة محمد. اخوان؟ اختي؟ اختك؟ ايه؟ قول اختي. اختي. اخوك؟ قول اخوي. اخوي. السلام عليكم. بسألكم سؤال انت ولا اثنين. اول شيء كم حصلت عيادي؟ 10. كم حصلتي؟ طالع الكاميرا فاطمة. فاطمة تعالي لي. فاطمة طالع الكاميرا. كم حصلتي؟ 7. 7. تبين جائزة بعد؟ تبي جائزة؟ ايه. اسمك مرة ثانية؟ عبد الله. عبد الله. وبنشوف الحين سؤال عبد الله وفاطمة. سؤالكم يقول: في أي دولة تقع مكة المكرمة؟ يلا بسرعة. السعودية. يا سلام عليك وعلى إجابتك السريعة. طالع الكاميرا. شو طالع مني؟ في شيء عاجبك؟ طالع الكاميرا. سعودية. جاوبتي بسرعة. ما جاوب. ما في تعال. تخلي البنات يفوزون علينا. زين؟ زين. زين بعد؟ زين. والله زين متواضع. زين. عطني جائزتين هني. السلام عليك. عبد الله. جاوب ثاني مرة. ايه. كي؟ ايه. قول انا عبد الله. انا عبد الله. والله اعوضكم مرة ثانية بإجابة سريعة. قول. اعوضكم مرة ثانية بإجابة سريعة. عليك فاطمة طالع الكاميرا يا فطوم. وهذه جائزة فاطمة. ويلا يا فاطمة قولي انا فاطمة. وانا فايزة. وانا فايزة. والسلام عليك يا فطوم. عبد الله. عبد الله بعطيك جائزة. طيب. اكيد؟ اكيد. ثاني مرة تجاوب بسرعة. طيب. حلو؟ حلو. شاطر بالمدرسة ولا لا؟ ها؟ ها؟ شاطر بالمدرسة ولا لا؟ شاطر. شاطر. شاطر؟ ايه. وانا عبد الله. وانا عبد الله. وانا شاطر. وانا شاطر. يا سلام عليك يا عبد الله. وهذه جائزتك. الله يخليهم ان شاء الله يا رب. طبعا مشاهدينا ومتابعي قناه الكويت الفضائيه ما زلنا ايضا متواصلين معاكم مع الحلوين الصغار، وان شاء الله ان الكل بيكون فايز معاي. وعطني هالحلوين الاثنين وبنشوفهم. عطني هني. تعال هني. تعال هني. طالعوا الكاميرا هني. شو اسمك؟ جوري. شنو؟ جوري. جوري. شو اسمك؟ عزبي. عزبي. الله عليك عزبي. عزبي شو الزين؟ ها؟ شو الكشخة الحلوة؟ ها؟ عادي. شو اللبس الحلو؟ عادي. كاشخ اليوم؟ كل يوم كاشخ طبعا. ايه. ايه. وين متروح لما تخلص من كرتون تور؟ بيت. بيت؟ ما تروح مكان ثاني؟ لا. كم حصلت عيادي؟ 70. كم؟ 70. يا سلام عليك يا عزبي. جوري. كم حصلت عيادي؟ 10. 10. تبين جائزة؟ ايه. تفوزين؟ ايه. قولي انا جوري. انا جوري. وابي جائزة. ابي جائزة. ويا سلام عليك يا جوري. عبد الله بنزل انا معاهم شي شوي. ايوه تعال هني وتعال يا جوري. اختك؟ لا. مو اختك. زين ابي اسالكم سؤال. جوري معاي طالع الكاميرا. جوري. جوري تعال لفت كذي كذي كذي. ايوه. عفي على الشاطرة. وعذبي شاطر وكشخة عذبي. عذبي؟ سلام عليك يا عذبي. والسؤال يقول زين صوم؟ ايه. اكيد؟ ايه. اكيد عذبي؟ ايه. جوري صومين؟ ايه. اكيد؟ اكيد. سلام عليك يا جوري. سؤالكم يقول: متى يفطر المسلم؟ عند اي اذان؟ اذان المغرب. اذان شنو؟ طالع الكاميرا. طالعوا هني. اذان المغرب قالت صح؟ ايه. جوري اذان المغرب إيه؟ صح؟ ليش كل الصبيان انتم ما تجاوبون بسرعه؟ ليش؟ قلنا كشخه وحلو بس لازم تجاوب بسرعه صح؟ ايه. اكيد؟ ايه. جوري قولي انا جوري. انا جوري. وانا فايزه. والسلام عليك يا جوري. عطني الجائزة وبنشوف جائزة جوري الحين. عطني. الله 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 الله. جوري طلع الكاميرا. جوري تعال يمي. هات يا جوري وتستاهلين. مبروك يا جوري. مبروك. يا
يلا عفوا يلا تعال يا المزيون يا المزيون تضحك مستانس ها؟ كأنك مزيون صح؟ تبي جائزة ولا لا؟ تبي؟ يلا عطني الجائزة هني هذه الجائزة عشان مزيون بس حلو؟ ما شاء الله عليك وهذه جائزة طالع الكاميرا قول اسمك علي قول أنا علي المزيون يلا يا علي مبروك يا علي عليك بألف عافية والله يخلي حق أهله وبنشوف الحين منو اللي بيفوز معاي ومنو اللي بياخذ الجائزة وبنشوفني تعالوا قوة تعالي هيا هني تعال حبيبي هني تعال هني 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 طالع الكاميرا خلنا ننزل هني أوه صرت بطولك ها صرت نفس الطول أنا وأنت أنت أطول مني صح اسمك زايد صلاح اسمك زايد 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 اسمك هيا وبنشوف زايد وهيا من اللي بيفوز كم حصلت عيادي وطالع الكاميرا عشر دنانير كم عشر دنانير ونص وانت كم حصل سبع دنانير ونص سبع دنانير ونص طالع الكاميرا يعني الفرق بينك بنص دينار صح ايه طالع الكاميرا زين سؤالكم يقول بسألكم سؤال وأشوف من الإجابة بسرعة أوكي مركز معي زايد شنو لون العشب أخضر عليك الله اليوم البنات ماكلين الصبيان اليوم كل الإجابات حق البنات شو اسمك مرة ثانية هيا هيا فزتي يا هيا معاي عطنا جائزة هيا عطنا الجائزة تستاهل هيا زايد ليش ما جاوب ها ليش ما جاوب؟ بنشوف هيا مسك جائزتك سلام عليك يا هيا هيا نعم قولي أنا هيا أنا هيا عيدياتي سبع دانير وعيدياتي وأنا فايزة وأنا الفايزة سلام عليك يا هيا مبروك يا هيا ومشكورة تعال هني زايد ها زايد ها تفوز يا زايد إيه أكيد إيه؟ تبي جائزة؟ إيه. قول عطوني جائزة. عطوني جائزة. الحين. عطى جائزته الحين بسرعة يستاهل. سلام عليك. تفضل. عيدك مبارك. عيدك مبارك. حبيبي تستاهل مشكور حبيبي حياك الله. مشكور زايد وبنشوف. هني تعال هني. هني تعال هني تعال هني. أيوه بنشوف هني أهلا أهلا أهلا. شو اسمك؟ مناف ما اسمك؟ مناف شوف الكاميرا شوف الكاميرا هذيك خل عينك عليها ايوه تعال شاطرة انت لفت كذي شو اسمك؟ مناف شنو؟ مناف مناف شو اسمك؟ جنى جنى معاي جنى ومناف اخوت؟ يا سلام عليكم ابي اسألكم سؤال وبنشوف الحين منو اللي بيفوز فيكم حلوين؟ كم حصلتي عيادي؟ صدناش كم حصلتي؟ ما اسمع ما ولا ما تبي تقولين؟ ما كم حصلت يا مناف؟ وايد الله الله يزيدهم ان شاء الله سؤالك يقول شنو لون فنيلة نادي الغادسية؟ يلا أصفر ولا أخضر؟ أصفر 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 أكيد يعني مو أخضر أكيد سلام عليكم ويستاهلون وبنشوف الحين عطني جائزة عطني مناف تفايز فايز صح؟ أكيد؟ وهذه جائزتك امسكها تستاهل مع هذه؟ هاك وهذه جائزتين امسك تقول أنا مناف وأنا فايز إيه فايز حبيبي مشكور مشكور يا مناف عطني جائزة بعد وبنشوف هني شو اسمك؟ جنى جنى ويا جنى وهذه جائزتك يا جنى ومبروك يا جنى وتستاهلين
وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج المسابقات المنور. طبعا جاوب وربح، كنا معاكم أيضا في قناة الكوت، وأنا متواجدين معاكم مثل ما ذكرنا في جمعية شرق الدور الأول في قاعة نتورك، كنا مع حبايبنا الصغار استمتعنا معاهم وعطيناهم جوائز يستاهلونها. تقبل الله طاعتكم وكل عام وانتم بخير مشاهدينا. تقبل تحيات أخوكم فيصل الزايد في أمان الله.